السلام عليكم. جيت نقول واحد ميساج بالزربه ومشي بحالي. هذوك الناس اللي زعما الروابا زعما الرابرز دخلوا هاد اليومين كيكتبوا او كاين شي بعض الرابرز باغيين ينوضوا الفتنه. الفتنه ريلي بنيتك ملي كتكونوا كتبينوا الشراب والعاهرات والطاطو والجوانات ما كتكونش فتنه، ما كتكونش تاثر على جيل، ما كتكونش مر مستقبل كامل جيل. دابا هذا يتاثروا بكم، توقعنا بيف عادي كاينه في الثقافه ديال الهيب هوب، كاينه في الافكار ديال الراب. عاد تنوض فتنه، وعلاش تنوض فتنه حتى دابا؟ علاش ملي كنكونوا لاعبين مقابله ديال كره القدم ولا ديال التنس ولا ديال البيسبول ولا ديال باش ما بغيتي ولا اي منافسه في اي مجال ديال الشعر ديال الغناء ديال الشطيح والرديح؟ جبار جوج دولات كيتعاندوا، شنو تان دابا زعما؟ خلي الدراري تغني على راسها. اصلا نتوما مع احتراماتي بعد منكم اللي عندي معكم، هاد الفئه القليله اللي ناضت، ما عندكش باش تكلاشي، ما عندكش باش تدخل البيف، تكمش اسكت اصاحبي، ما تهدرش، ما تشاركش. اصلا نتوما عمركم في الحياه ديالكم دخلتوا شي بيف، عندكم شي بيف واحد في الحياه ديالكم؟ وهذاك اللي قال انا عائلتي هيدا وعائلتي هيدا، هذوك اللي كتقيل تكلاشيهم في ديالك، اللي كتديالك ديالك ملي كتقول كتقيل تسب في من كتسب؟ ماشي في تنادي، في من كتسب؟ خوتك المغاربه اولا انت الدزايري؟ اجينا نيشان دابا. اصلا باش نجيك نيشان انت غير توب لاينر الخاوه ديالي، والدراري كيعملوا معاك حاجه زوينه هيدا، وكيعملوا معاك مزيان، وكيعملوا معاك فيتشورينغ، وخلاوك يصطموا معاك عملوا الالبوم، وما تغاشي علينا، ما توريناش شنو نعملو كانك انت ما نعرف من الاساطير ديال الراب. خلاصه الامر ما عندكش كوخوني سقلب باش تدخل تبيفها مع روابا من دوله اخرى، باش نشوفوا النيفو ديال الكتابه ديالك، النيفو ديال التفكير، والنيفو ديال الستايل ديال بلادنا فين واصل. واصلا كاين منهم بزاف خرجوا على الاطار ديال الموسيقى والراب، وكلاش بين رابر ورابر. يعني لازم علينا نجاوبوا بما اننا كنمثلوا افكار ديال المجتمع بين قوسين وديال الشباب بالتحديد. ديوها في ريوسكم، عندك ترجع عندك كنيسه كنتي كتغني فيها في وجده، ترجع تعمل توب لاينات تما، تكمش. هذا رساله محليه تدخل الوزاره الخارجيه، وتسناو الروند الثاني واخا طيحتو في الروند الاول. بانك ود النورث سايد الماروكينو، واش ما بغيتي؟